وائل كلمت دكتور التخدير؟ اه وطالع حالا. دكتور وائل انا مش هقدر اضحي بابني. انا من ساعه ما اتجوزت وانا مستنيه اليوم ده، حتى بعد ما اتطلقت ما بقاليش غيره. انا حاسس بيكي جدا، بس بجد الحاله صعبه، وانقاذ الام في الحالات اللي زي دي بيبقى اول حاجه في اختيارات اي دكتور. قلت لك انا الام مش هي، هي يا دوب شالته ببطنها بس وقبض الثمن ده. ما انا برضه مش هسيبها تموت. يا سيدي اعمل كل اللي تقدر عليه عشان تنقذ حياتها. المهم ابني هو اللي لازم يبقى اللي يختار الاول بالنسبه لك. مش عارف اقول لك ايه، البنت دي لو ماتت هتبقى مصيبه علينا كلنا. ليه؟ هي اول واحده تموت وهي بتولد؟ انت ناسي اللي احنا عاملينه؟ محدش عارف اللي احنا عاملينه يا دكتور وائل. عادي يعني، الشغاله بتاعتي حامل من جوزها وماتت وهي بتولد، ايه المشكله؟ عادي يعني. طب وجوزها هيسكت؟ هسكته بالفلوس، هو فاضله شويه فلوس عندي هديله كمان زياده عليها. دكتور وائل انا عارفه انت هتتعب قد ايه عشان تنقذ لي ابني، وانا والله هقدر ده. 100,000 جنيه، 100,000 جنيه زياده فوق اتعبك. مدام هاي الحكايه مش حكايه فلوس، هتنفعني بايه 100,000 جنيه لما جوزها يروح يبلغ البوليس وفجأة اليوم هنا عندي بيحققوا معايا وبيتهموني على الأقل بالإهمال في توليدها، ودي لوحدها قتل خطأ، يعني جايز يبقى فيها سجن. قلت لك جوزها مش هيفكر غير في الفلوس وبس، بدليل إنه راح اتجوز عليها واحدة تانية وصرف عليها كل الفلوس اللي خدها مننا. بص يا وائل، لو أنت شايف إن 100,000 جنيه ما يستاهلوش الريسك اللي أنت هتاخده، هخليهم لك 200,000 جنيه. طب ربع مليون جنيه وائل، ربع مليون جنيه وتنقذ لي حياة ابني. انت لابس كده ليه؟ هساعد وائل في العملية. هتموت لي ابني؟ ابنك هو ابني يا هالة، انا هحاول انقذ حياة كريمة وابننا في نفس الوقت. بعد إذنك. أنا مش هسألك هالة كانت بتقول لك إيه، لأن أنا عارف كويس أوي هي بتفكر إزاي. كلنا غلطنا وائل، مش هالة بس، وأول واحد غلط هو أنا، عشان وافقت أعمل حاجة ضد الدين وضد الشرع وضد القانون. وأنت كمان غلطت إن أنت توافق تساعدنا في موضوع زي ده. أنا عملت كل ده عشان أنت صاحبي، وعشان الفلوس، وعشان الفلوس اللي هالة كانت بتغريك بيها دلوقتي علشان تنقذ ابنها بأي طريقة. وابنك أنت كمان. عارف إن هو ابني، بس صدقني وائل مش هقدر أفرح بيه، مش هقدر أفرح بيه لو جالي على جثة كريمة. أنا عارف إن هي بنت غلبانة وملهاش أي دية، وأي فلوس هتسكت جوزها اللي هو أصلا بايعها. لكن هنروح فين من ربنا وائل لو عملنا حاجه زي كده؟ في ايه؟ انت بتكلمني زي ما اكون ناوي اضحي بيها. لا يا وائل، لا لا، انت مستحيل تعمل حاجه زي كده، انا معاك، ودي في ايدك في العمليه باذن الله. ربنا يقدرنا وننقذ كريمه والولد في نفس الوقت. الله المستعان. يلا بينا، يلا.